السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اليوم نحن ماشيين فلوك بنص الشارع. السلام عليكم. هذا صالح، إن شاء الله اليوم رح نسوي فيديو سوا ولخصره إن شاء الله. بس نحن لوين رايحين لصالح؟ رايحين عند رفيقنا معزومين على مشاوي. أي والله، اليوم عاملين حفلة شواء إن شاء الله بمناسبة إنه انتقل على البيت الجديد، وإن شاء الله هيك بدنا نبارك له هلا كمان البيت الجديد ونظبط الوضع، فلنشوف شو الله بيصير. وهلا بنواسيكم بالأحداث، نحن رايحين لعنده وتقريبا رح نوصل، وهلا بنشوفكم هنيك ان شاء الله. هاو خالد، حيا الله حيا الله ان شاء الله. مبروك البيت، الله يبارك فيك، وعبال نشوف عندك مزرعه وان شاء الله انت من اكثر لاكثر ان شاء الله. يعطوك مزرعه فردفشه، مزرعه فردفشه ان شاء الله ان شاء الله. هون لسه عم يشتغل بالعمار، فلسه عم يظبط الجنينه شوي. فشو بدك تسوي هون ابو خالد؟ كينا شوي. عندي هون حدا يزرعها، وهون بدي ازرع عشب اخضر. حلو. وهون هاي التقطيعات هنيك، في عندي هنيك كمان جنين هنيك. حلو، برافو، الله يرضيك يا رب. الله يسلمك ان شاء الله. هيك عبال وقت نشوفك. شو بدنا نشوفك؟ رئيس الدفع. رئيس الدفع فوق. وهي اغراض الشوي معلم، هي الفحم، وهي المازوت، وهي انتم مين تعالوا؟ مرحبا. اهلا وسهلا، شلونكم؟ الحمد لله. شو الاخبار؟ انت مين؟ انت شو اسمك؟ خالد. خالد، الله حيو. وانت نجوحه؟ ايه. اهلا نجوحه، شلونك؟ الحمد لله. مبسوطه بيت الشيء؟ هذا الملل بدنا نسالك فيه معلم؟ ايه. حلو. وهي الفحمات وهي المازوتات. يا سلام. هلا بنوفيكم فيكم بكامل التطورات ان شاء الله، بنشوف ان شاء الله بيسر. فمثل ما قلت لكم انه البيت لساته جديد، لسه الجنينة عم تتعمر، لسه مو خالصين، فان شاء الله بنعمل لكم كمان هيك المره الجايه. خمسه عم نفكر شيء لدول شيء يلعب بالمرجيح. صحيح والله. تعالوا نيما، تعالوا نيما. الخطه انه نشيل هدول الاحجار نحطهم هيك نوزعهم بالجنينة كلها. هاي احسن شغله سويتوها بحياتكم معي. ايه. مشان شو؟ مشان نقدر نلعب بالمرجوحه. يلا. لا لا لا، يلا ما نسويها؟ لك ليه؟ اتركها اتركها. لا تنصبح. طيب وينك وينك وينك؟ شو رايك نعمل شغلة؟ نرفعها شوي للجنازير. لا شيك، بدي اجيب جنازير بدي احطه فوق، لأنه هاي ما اختلفنا بعرف، بس نرفعها هلا نعلقها شوي للجنازير بتصير فوق. هدول عندك صعبة هلا فكتها يا زلمة. لا لا لا، عندك سيرة؟ هاي بالزيت، بس كنت بالزيت من هون فكتك. بالله؟ معلقة بالزيت؟ بعد ما خرج معلق، اذا معلق بالزي معلق مو معلق. انت بتحط الجنزير على شو اسمها هاي؟ على الخشبة؟ تعليقة، مو على الخشبة، على التعليقة. ايه ايه، ساعتها بترتفع لفوق. بيمشي الحال، بيمشي الحال بدون شيء فورا، يعني يطلع بس بدك تسيبه. تسيبه يغسل وحده. انا كمان شايفين هذا البلاط كلياته اللي هون، لازم ينتشر على الارض هون، على الارض هون، على الارض هون. ان شاء الله الفلوق الثاني بيكون كل شيء في حاله. يلا ان شاء الله بنشوف معلم شلون الترتيب. هلا يا معلم بدنا نشتغل بالفحمان. بدنا نظبط. طبعا محسوبكم هو ما. انا ماني معلم شوي، بس يعني ماشي حالي. اول شيء بنفرد الفحم. ان شاء الله يكفي الفحم، بكفي ها؟ خالد. وين حطها تغلها؟ مو كله. ما كله؟ بعدين بترجع بتزيد عليه. طبعا اذا بترفع الاحمال بيرتفعوا؟ لا ما عاد اعطينا شيء مشان نقيمه. طبعا هلا يا جماعه التغت قصه المساوي، فعم برجع الفحمان. هلا طابخين برغل بالبيت. شو الكريك هذا؟ والله بدك ما تواخذنا يعني. كريك عاطفي ولا هو ليك؟ لو ما نجح ساعدتكم اللي وقعت على الارض كان الارض كمان خلص. عن جد والله ما بعرف. خلص اعطينا نار معلم. نارا نارا نارا. عندك عندك شي بوري او شي؟ والله عندي حيط، ما بوري ما لا شي عندي يعني. لا هذا نارا. ما انتشتش الفحمات في ال، لا ما انتشتش يعني، نحط شويه. تمام، شو اسمه هذا؟ اعطينا الكريك مره ثانيه مشان نجمعهم على بعض. كان لازم تحط تحت جرايد انت استاذ. يلا بسيطه. رشرش حبك يا جميل، داوي لي قلبي العريض. بعيد عنا شوي، نعم احترقنا. يلا منيح، شافي الله يجيرنا من نار جهنم يا رب. وهيك بنكون وصلنا ل ايوه نهايه الفيديو. شكرا للمتابعه، لايك وشير وسبسكرايب. يلا على هلا بدنا نترك هيك شوي بس لما تشعل. تمام، اعطونا هيك شيء كلمة عن شعوركم بولا شيء. يعني مثل اشو. والله ما بعرف احكي لي بدك اياه. اشكون يا وردة؟ باي باي باي. معلش اذا ما شعلوا فبنكتر معلم. بس بس خلص. رشاش حبك يا جميل. يا حبك يا جميل.
يعطيك لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفين يا جميل؟ جميل وهلا. ليك ليك ما بدها تطلع خزنة. هاي واطلع علي يا دار. حدا بيعلق المرجوحة بالزي يا زلمة؟ الله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. هي استشوار معلم. استشوارنا بمعرفته. يلا روح. خلصوا. وين دحشتوا؟ طوال. شغل يلا خلصنا. مش هنا كاينه كهرباء لا ما في كهرباء حبيب شو الفرنسه اللي عندك لسه عم يوصلوا بعد شوي تمام هلا صار بده يهوي اخوك الاكل اليوم مشاوي والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد لا حذرته والله العظيم كنت فكر حدا قال لي كنت فكر مشجرة معلم الشاب عنده فراسه فراسه بس العمى حامي هذا خلص حاجه شو عم تعمل عجبتني السيره انت حاطه على الهواء الصغير حطه على الهواء البارد انت تتكلم جد تذكر وقت اللي شعلنا نار بسنغافورة كنا ساكنين مدينة قديمة اي وقت الحارة كلها استنفرت ودقوا على الاطفائية بتذكر الله يصور الله حيو اجى الرزق معلم يا سلام طبعا هلا هيك ما بيتاكل بتكون طولوا بالكم شوي الله ما صلى عليه ما شاء الله ما شاء الله شو هذا جوانح هو شو هي دجاجة كاملة؟ لا هدول فخاد بس مسحوب بالعظم تبعه ما شاء الله طيب. تحت في لحمة مو هون الله يعطيك العافية حبيبي هون ستيكات؟ هون ربطورة وبطل لا أنا بعرف صالح كان ما ياكل غير ستيكات مش ما يتغير عليه الجو يعني شو قصتك مع صالح يعني؟ الله يعطيك العافية أبو خالد بلش بالبندورة؟ غير سلامة تدلوا عن المفاجأة احكي قول في مفاجأة عشان تجذب المشاهد يلا في مفاجأة عشان نجذب المشاهد الله يعطيك اطلع بر والله الثاني تعي والله بس هلا المشكلة خلاص مشي الحال واحد بس شلون بيفتح هذا؟ بالفتاحة اه بدك تفتحه كل العلب الشباب الساعة العزابية هاي بيتر مرحبا مرحبا هاي بيتر ان يوتيوب فيديو هاي 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 alles gut bei dir gut danke ach du filmst hast du mal videos gesehen ich habe mal reingeguckt ja hast du das heutige video also das video von heute ist mit deutsch ja heute habe ich nicht gesehen hast du abonniert ich habe glaube ich ja ja er hat da unten mal was er muss so machen Wurde ich sowieso. Wurde gezwungen. Ja, aber guck mal, heute, das Video von heute ist mit deutscher Untertitel. Ja, muss man Kannst gucken. Du verstehen. Ja, muss man gucken. Ja, gerne. Ja. Also, das ist Peter, ist mein Chef, war mein Chef und ist jetzt mein Freund. Ja gut, gilt dir hier, schön. Bleibst du heute und isst mich? Ja. Nee. Ich komme vielleicht nachher nochmal, aber Was ist hier? Ja. Ich sag, du warst nach deinem Vater, oder? Ich war bei meinem Papa, dann war ich in Berlin. Wow. Ja. Ja. Und dann bin ich heute Nacht wiedergekommen. Super. Gut. Ja. Was hast du in Berlin gemacht? Ich habe mir Sachen angeguckt hier für die Freunde. Ach so, gut. Perfekt. Ja, dann viel Spaß, viel Erfolg. Danke, danke. Gerne. So, هذا بيتر كنت اشتغل عنده عملت عنده مثل تدريب هيك مشان سرعات النظارات زماناتي وبعد ما صرنا هيك صحبة ورفقات وطورت امور وصلنا كثير رفقات يعني الحمد لله فزلمة كثير كويس هلا والله صار وقت شكل لحم يا معلم شو بده شكل لحم على فكرة ولا مرة انا شكلت لحم تعالي متعلم عيبتك كيف حكيت الشيف شلون ما شكلت لحم هلا شيف ايه بس يعني شيف مبتدئ لسه عني اصلا معلم ذكرني وينك هالشوي بس وين كنت يوم اللي طارق عبينك مدري شو جايب خلطه معه وجاي حط معلم حط طحينه حط لبن حط ثوم وحط كاتشب خلط شي 2 لتر وينك حط سطل لبن بشي 2 كيلو نقع جوالي من الجيار وحطه بحطه وينك حطه بحطه 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 بحطه
وشغلنا مدري شو ما كان عندنا وقتها كذا وكذا حطينا مدري شو شغلنا وينك والدخان طلع حطينا هذا اللبن اللبن معلم كل ما ينزل لبن تلاقي لا ومشان يزيد معلم ابو خالد شو صار يجيب صار يجيب شو في لبن زايد بالبطشه بالبطشه وروح يحطهم فوق اللحمات معلم جيراننا استنفروا طلعوا شو في يعني طلعت العالم كلها طلع هيك دخان مو طبيعي يعني والله منيح ما اجت الشرطه ولا الفايه قلنا له وينك عم نشوي عم نشوي ما في شيء انا هاي وقتها ما كنت فيها صحيح صالح كان وين كنت بقول؟ كنت بمنطقة اسمها اول هون هلأ ديبك يا اصلا اصلا يجيب لك شوفي زيادة هيك من البنات التتبيلة يجيبهم يحطهم فوق اللحم والتتبيلة تنزل معلم على الغاز على الفحم وشوف النار والدخنة سكرون هذول يا اخي سكرون الله يفرج حط لها شوفوا لي المنظر كيف بيطلعوا 10 كيلو؟ زفة لا والله مو خاصة بس بده شوي دجاج ولا فلفل هاي خاصة لحمة لا رح يتم فرد القصص والسيار بالله والله اكبر ونحط شو عم تسمي قولي شو سخنة او سخنة اول مرة بعد بشاوي سخنة شايفين هاي هذا السي شو وضعه بس هيك العاب الرجيم فهمت شلون هذا؟ وجينا معلم شوفي تحت السير ليك معلم البصل والبندورة تحت السير وويلا مسلسلين في فترة على الاخر ولا هاي النتيجة النهائية شباب ليش وقع؟ شرفوا يا شباب شرفوا رجيمك يا صالح تعرف شو اكره شالي بالدنيا بس تجيب شالي وسمك تاكل وقفوا لنصور ورجع انت لورا انا مالي مستني ورا حدا انا تراني مالي مستني حدا ولا انا بس عم استنى حتى اخلص التصوير بس ويشوفوا الانقضاض المعلم يلا السلام عليكم لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب يا ماما طيب الله يعطيك العافيه ابو خالد وان شاء الله هيك بنفرح اولادك وبنشوف الشباب كلياتهم وطبعا احنا هلا خلصنا كمان من تصوير فيديو تحدي الاكلات الشعبيه تحدي الاكلات الشعبيه اكلات عربيه بعد اذنك اكلات العربيه العالميه طيب العربيه والعالميه المهم اكلات تحدي الاكلات المهم بالاميشيز والفايز طبعا ما حقلكم مين اللي فاز مشان هيك سسبنس واثاره وتشويق والقصص هي ايه فصحيح فسينا لكم اذا عجبكم هيك نوع من الفيديوهات مثل الفوتات وطلعات الحياه اليوميه فاكتبوا لنا تحت بالكومنتات مشان نشوفوا بركي نقدر انه نطلع ونفوت اكثر من هيك ونصور يعني تصويرات نصور يعني بطلعاتنا فوتاتنا والامور كلها هي فاكتبوا لنا تحت بالكومنتات اذا عجبكم هذا الشيء وان شاء الله بكون عجبكم هذا الفيديو وشكرا كثير يا شباب شكرا بجوز نعمل تصويت على كذا مدينه والنسبه الاعلى التصويت بتروح عليه ها مثل ما سمعتوا تمام فبنشوف اذا عجبكم هيك الفيديوهات هي فحتى نساويها وشكرا كثير للمتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته باي باي لا تنسوا لايك شير سبسكرايب لايك وشير وسبسكرايب الله حي يلا سلام